6 وال 95 2 اف ام وزيد في الصوت راديو اف ام كاب ويكاند كاب ويكاند 8:02 مازلنا معاكم في الكاب ويكاند. نرحب بالناس اللي التحقت بينا توا في الاستماع، واحنا زيدة ما رجعتش وحدي، التحقت بيا ريما بن مصطفى. عسلامة ريما. صباح الخير. صباح الفل والياسمين. اهلا اماني. شوف لي انرجي هكا اللي عطتها لكم ريما، قلت لكم صباح الخير والفل والياسمين. ومازال خير مع الهوروسكوب. دونك ريما ان شاء الله باش ترافقنا في الكاب ويكاند برشا فقرات متنوعة كل نهار لحد. معايا أنا ماني طالعة من وراء الميكرو. ريما شنو نبداو بالهوروسكوب؟ أيه. شاطيهم حظهم لليوم، دونك خلينا نشوفوا الهوروسكوب. هيا تحفنا ريما تفضل. نبداو بالحمل، اسبوع رائع يا حمل، تحس بتغييرات ايجابية في نفسيتك. الثور ما تتسرعش يا ثور في الحكم على الاشياء، ديما قيس قبل ما تغيس. السرطان شوية قلق وتوتر تحس بيها الايامات الاولى متاع الاسبوع هذا، حاول تهدي اعصابك. الاسد ثقة في النفس كبيرة تحطك على السكة الصحيحة، نقول لك حسن واصل. العذراء بعد التعب متاع الجمعة هذه حاول تبروفيتي في الويكاند، مع انه مع الميتيو بكري شفنا شويه مثال شي بروفيتي ما غير بحر خاطر برشا حاجات تستنى فيك الجمعه الداخله. الميزان المشاكل العائليه ما تخليهاش تاثر على حياتك وامورك الشخصيه. العقرب اصبر شويه يا عقرب، ما عاد غمه وتزول ان شاء الله. القوس ما تفكرش في الاحزان كيف ما قال سيدي علي الريحي، اي وخمم في اللي جاي خاطر اللي جاي خير. الجدي برشا ضغوطات عزيز الجدي تخليك ماكش على طبيعتك، نقص شويه من التخمام وحاول تلقى حل يرضي الناس الكل. علاش هكا تو تغشلنا في حذامي بوشي؟ باش عملنا لك عصبيح نهار حد هكا باش تلقى نهار اثنين حل ما يكونش باهي برشا. الدلو ثبت شويه يا دلو، مش كل ما يلمع راهو ذهب. ونختموا بالحوت اللي يعاني هالايامات من ظروف ماديه ضيقه، نقولوا له ربي وسع رزقك ورزق مستمعينا. هيك دعوه على خوي، وقولوا ريما ما تحبناش، وهكا نكونوا كملنا ابراجنا لليوم. ان شاء الله ديما ديما محظوظين. ان شاء الله ديما محظوظين. يعطيك الصحه زيد انت ريما. شنو برجك ريما؟ انا تورو. تورو. شنو قلت لروحك؟ حاجات باهيه غشيتنا والله ما تتسرعش. انا هذيك ديما انا نقول لك ان شاء الله الثور حظ موفق معنا في الكاب ويكاند. احنا مازلنا واصلين معكم حتى العشرة متاع الصباح كيما عودناكم فقراتنا المتنوعه. ريما مازالت عندها زيد ما تقول بعد شويه في كلمه حلوه. خليكم برونشي على راديو كاب فيما